حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من أربيل مراسل الأخبار الآن وسام يوسف. وسام مساء الخير، أهلا بك معنا. القوات العراقية إذن تتقدم لتحرير آخر نقاط في معركتها، معركة الموصل في الجانب الأيمن لمعركة الموصل. طبعا بالمقابل هناك انهيار لداعش، وأنباء أيضا تحدثت كما ذكر التقرير قبل قليل عن تحرير جامع الحامدين. تفاصيل ذلك إضافة لآخر التطورات الميدانية على الأرض. نعم، لا زالت متواصلة عملية تحرير ما تبقى من الجزء الأيمن من مدينة الموصل، خاصة الموصل القديمة، ولا زالت مستمرة عمليات تطهير منطقة الشفاء تحديدا، لا زالت مستمرة من قبل قطاعات الرد السريع، ولكن حدة الاشتباكات وحدة المعارك تتركز في الموصل القديمة في مناطق باب البيض مثل ما ذكرتم، وتحرير جامع الحامدين يوم أمس كان هذا. القوات العراقية وقوات الشرطة الاتحادية تحديدا هي التي حررت هذا الجامع، وهي التي تخوض معارك اليوم إلى الغرب من إلى الجنوب الغربي من الموصل القديمة. هي تتقدم بشكل جيد، تمكنت اليوم من قتل إرهابيين أو قياديين من قيادي داعش، هما أبو طلحة الفلسطيني وأبو نور الشيشاني، في معارك ظهر اليوم تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من قتلهم. كما أشارت معلومات استخبارية أيضا لقناة الآن عن وجود عدد آخر من القيادين المهمين لتنظيم داعش محاصرين في الموصل القديمة، وعدد آخر محاصرين في مستشفى الجمهوري، المجمع الطبي أيضا محاصرين. هذا ما أشارت إليه المعلومات، معلومات استخبارية خاصة. هذا هو ما يشير وما يبرر استماتة مقاتلي داعش في الدفاع عن هذه المناطق، كونهم يدافعون عن هؤلاء القادة الذين لا زالوا محاصرين في هذه المناطق. العمليات كانت مستمرة. نعم. أيضا أريد أن نتحدث عن وضع المدنيين، الوضع الإنساني، وضع الأطفال خاصة في الجانب الأيمن للموصل. هل استطاع بعضهم الخروج أو الهروب من داعش؟ هل من خطة وضعت لمساعدتهم من قبل القوات العراقية؟ كيف هو وضعهم؟ نعم، ما يخص وضع المدنيين هو صعب تحديدا في معركة الموصل القديمة. الأزقة الضيقة جعلت خروج المدنيين بشكل يشكل صعوبة عليهم، لأن مقاتلي داعش من السهولة أن يتربصوا بهذه الأزقة الضيقة. لهذا هو خروج المدنيين وتأمين المخارج الآمنة والمعابر الآمنة لهم يشكل صعوبة حتى على القوات العراقية. نحن التقينا ظهر هذا اليوم أحد الناجين من الموصل القديمة، رفض التحدث إلى الكاميرا، ولكنه تحدث عن معاناة إنسانية كبيرة يعيشها المدنيين الذين لا زالوا تحت احتلال داعش. هناك ضحايا كثر حسب ما روى لنا، الحالة المعيشية لهم صعبة جدا، هم ينتظرون الموت بين لحظة وأخرى. هو وصف وضعهم بهذه العبارة تحديدا. بالفعل وضع المدنيين هو ما يؤشر إلى صعوبة معركة الجانب الأيمن. نعم، شكرا لك وسام يوسف مراسل الأخبار الآن، كنت معنا بالأقمار الصناعية مباشرة من أربيل.